أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عدة أسئلة ابتدأ أصحابها بالسلام عليكم وإعلامكم بأنهم يحبونكم في الله. وهذا السائل يقول: سؤالي، صليت خلف شخص وأنا أثناء قراءة الفاتحة، أتى الإمام بهذه القراءة: اهدنا الصراط المستقيم بقوله اهدنا بالفتح، هل هذا يفطر الصلاة بالنسبة للمأموم؟ وماذا بالنسبة للإمام وصحة صلاته؟ هذا لحن يحيل المعنى، اهدنا هذا يحيل المعنى، يعني يصبح من الهدية. وأما اهدنا أي أرشدنا ودلنا، فأهدنا هذا يحيل المعنى. فمن كان أحسن منه قراءه فإنه يعيد الصلاة. وأما هذا الإمام إذا كان هذا قدر استطاعته صلاته صحيحة، لكن يبين له في المستقبل، يعدل القراءة للمستقبل. أما إذا صلى على قدر استطاعته وقدر ما يعرف صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يجب تعليمه من أجل أن يحسن القراءة في المستقبل. فلا تصح صلاته في هذه الحالة إذا كان جاهلا إلا لنفسه ومن كانت حالته مثله في الجهل. أما من كان يعلم القراءة الصحيحة إنها لا تصح صلاته خلفه.